تركية الروم الأرثوذكس دير مير ميخائيل يافا، هي الدير اليوناني على اسم ميخائيل وجبرائيل، ومجمع كبير في كنيسة الناس الدوز الحجاج، ودير لطائفة الروم الأرثوذكس بداية في النصف الثاني من القرن السابع عشر مع الترميم بسكن داء في يافا، تعمل كنيسة في أيام السبت الأحد في الأخير القدس الأوروسي والرومانية. هاي ذا أولد يافا، احنا هاي في يافا القديمة، أزقة يافا القديمة. هاي كمان أصدق. هاي شوف أحلاها. لا شوف المنظر هون. المنظر هون. إيش؟ شو يعني تبغى؟ بدي هيك نصور هيك منظر. طب يلا خذ. هاي الدير. هاي. وهذه يافا القديمة.